يعني لاعبه فقدوا السيطرة على منتصف الملعب، فقدوا السيطرة حتى على الأعصاب. هنا يوب يوكسو في الانفراد، والهنا السادس في الدقيقة السادسة عشر، في الدقيقة السادسة عشر سادس للهلال، هدف في كل دقيقتين. ايش يبغى الجمهور أكثر؟ سداسية هلالية، ستة أهداف للهلال، وهدف لبني ياسر الإماراتي، هدف سادس في الدقيقة السادسة عشر، وسوبر هاتريك اللاعب يوب يونغ سو في الدقيقة السادسة عشر، يسجل رابع أهدافه. والعروض يعني آخر مباراتين وكلها في الآسيوية جاءت بعروض مميزة، هنا والهمسن أيضا هو من يصنع، وهنا يوب يونغ سو يتقدم ويضع كرة سهلة مميزة وكرة زاحمة في المرمى أيضا، هدف سادس للهلال، هدف سادس للهلال. الجمهور وكما كانت الحملة قبل بداية المباراة تقول الملز يهتز.